تصريحات مفاجئة من شبح بيشة تثير الجدل. الجن يحضر حفلاته ويطلب منه تقديم أغنيات محددة. سلوكيات صادمة في حفلاته كأكل الجمر ولمس النار. ومستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي ينقسمون بين الموافقة والاعتراض، فما الموضوع؟ أطل الفنان السعودي الشعبي عبد العزيز الشهراني الملقب بشبح بيشة مؤخراً ضمن وثائقي عرض عبر الموقع الإلكتروني لإنديبندنت عربية حول المصابين بالزار. عبد العزيز تحدث بصفته أحد أشهر الفنانين السعوديين الذين يحيون سهرات الزار. الفنان الشعبي قال أن الشياطين تحضر خلال الغناء وعزف الموسيقى وتتلبس البشر، وذلك يسمى حضور الزار. بحسب تصريحات شبح بيشة، الجن الراقص يحضر حفلاته وتطربه الموسيقى، ويطلب منه أحياناً أن يؤدي أغنية محددة أو يردد كلمات القصيدة كاملة ما يطلبها. الفنان الشعبي ذهب أبعد من ذلك في تصريحاته، فقال أن الجن يحب الأغنيات والألحان القديمة. ووفقاً لشبح بيشة، عندما يلعبون هذه الأغنيات تحديداً تحصل الحضرة، أي يحضر الزار، فكيف يغادر الجن حفلاته إذن؟ قبل أن يغادر الحفلة يشترط الجن على شبح بيشة أن يؤدي أغنيات وألحاناً محددة كي يرحل، فيوافق على طلبه لأنه يكون طربان حينها على حد قول الفنان السعودي. وعن أكل الجمر في حفلاته ولمس النار، قال شبح بيشة أن هذا الأمر عادي لأن الجن مخلوق من نار، وأضاف قائلاً أن انجذاب الزار للجمر والنار جزء من طبيعته، وإذا كان جنياً حقيقياً وليس شخصاً مدعياً فلن يتأذى. هذه التصريحات خلقت موجة جدل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي. مستخدمون كثر سخروا مما جاء على لسان شبح بيشة، قائلين أن كلامه عبارة عن خرافات لا يمكن تصديقها، لكن آخرين رأوا أن الأمر قد يكون حقيقياً فعلاً، وبرروا رأيهم قائلين أن هناك حالات كثيرة من تلبس الجن للإنسان.